السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل ما انتم شايفين الصيف بدأ يدخل علينا، احنا الحين في اول اسبوع من شهر 6، وبالذات للي يزرعون في مكان مشمس جدا او على السطح بالذات، راح اتكلم معاكم عن طريقة اننا نحاول نبرد ونخفف الحرارة على نباتاتنا. طبعا الحل الاول اللي هو التغطية بالبروكلين او بالتور الزراعي اللي يخفف لنا حدة الشمس، بغض النظر كان 50% 70%، ولكن في أشياء ثانية نقدر نسويها، بالذات لما احنا نتكلم عن الزراعة على السطح، احنا نتكلم عن الزراعة في أصيص أو في أحواض. فتكلمنا في الفيديو اللي فات عن الزراعة فوق السطح اللي هي رفع الأصايص عن الأرض على هذه الطبليات أو البلتات، هذه أساساً خشب ما راح يصير حار وفي تهوية ويساعد في تصريف الماء، هاي تكلمنا عنه. ولكن راح أبين لكم الفرق بين شتلة في أصيص ما في عليها طبقة مهاد، شتلة في أصيص فيها مهاد ما فيها عازل حراري، ونبتة في أصيص في عليها طبقة مهاد وفي عليها عازل حراري، وشقد هذه العازل الحراري اللي سعره رخيص وبسيط ممكن يقللنا من حرارة الشمس على النباتات. فراح استخدم هذا الجهاز ان اقيس حرارة التربة، لان احنا نبي نحمي جذور النبتة من الحرارة والجفاف السريع، فراح نقيس الحرارة في كل واحدة ونشوف الفارق مع بعض. مثل ما انتم شايفين عندي جهاز الحرارة، هذه الحرارة عند جهة القياس 39 درجة مئوية حاليا مثل ما انتم شايفين. راح أغرس هذه في التربة وراح نشوف شنو الحرارة اللي أحصلها. على طول الحرارة قفزت لـ 42-43، وقفت الحرارة على 44 درجة مئوية. راح الحين أشيل هذه وحدة القياس أو جهة طرف القياس، وراح ننتقل للنبتة اللي عليها مهاد وراح نشوف الفرق. الحين عندي هذه الأصيص مثل ما احنا شايفين، أصيص أسود وعليه طبقة من مهاد التبن الله يعزكم. نفس الشيء عندي الحرارة 39 درجة مئوية، وراح نغرس هذه الطرف وراح نشوف شنو الحرارة اللي توصل عندي. مثل ما احنا شايفين الحرارة وقفت عندي على 41، يعني مجرد درجتين اعلى من وحدة القياس، يعني هذه الثانية كانت 44 هذه 41، يعني 3 درجات ابرد فقط بسبب وجود المهاد على سطح التربة. فهذه 3 درجات مئوية احنا قدرنا نحفظها بسبب استخدام المهاد على النباتات. وراح الحين نشوف الفرق مع النبتة اللي عليها عازل حراري وأيضا طبقة مهاد. مثل ما احنا شايفين الحرارة في قطعة قياس الحرارة 38، راح نغرسها وراح نشوف الحرارة اللي توصل لها. لاحظوا كيف الحرارة 37 درجة داخل التربة بسبب وجود العازل والمهاد، شوفوا الفرق. فاحنا نتكلم عن 7 درجات مئوية فرق فقط بسبب ان احنا نستخدم عازل حراري حوالين الأصيص وطبقة مهاد. 7 درجات مئوية فرق كبير يا جماعة، فعلا يسوي لي فرق هذه العازل الحراري. طبعا حماية الجذور، يعني نقلل التبخر والنبتة، حتى لو في عز الظهر الجذور باردة تقدر النبتة تسحب رطوبة وتبرد على نفسها. فمن ناحية هذه المادة، شنو هذه المادة اللي أنا أستخدمها كعازل حراري؟ طبعا البعض راح يعرفها، هذه هي مجرد المادة اللي تنحط تحت الله يعزكم السجاد أو الموكيت حسب التسمية عندكم.
مادة فيها فراغات هوائية كثيرة ومغلفة بهذه المادة اللي تعكس ضوء الشمس فتبرد بشكل جدا عالي مثل ما شفنا بالقياس. فهذه المادة نحصلها مثل ما قلت في محلات السجاد أو الموكيت، يسمونها أندرلي، عندنا يسمونها أندرلي بالاسم بالإنجليزي، ما أعرف شو يسمونها عندكم، قد يختلف الاسم، ولكن مثل ما قلت تحصلونها عند محلات السجاد أو الموكيت. المتر الواحد طبعا العرض يكون ضعف هذا العرض، فالمتر الواحد نقصه في النص على أساس نحصل هذه العرض، ففي عرض كبير جدا وسعر المتر سعر زهيد يعني رخيص، فبالذات للي يزرعون في محلات مفتوحة وشمس عالية في أصايص أو في أكياس زراعية نلفها بهذه المادة على أساس نحميها. ومثل ما دائما نقول وراح نستمر نقول طبقة المهاد لازم تكون موجودة أساسية، بغض النظر احنا نتكلم في الأرض أو في الأصيص، هذه شيء مهم جدا مو بس علشان تبريد الجذور ولكن حتى حق التحلل وتغذية التربة نفسها، وأيضا لحفظ الرطوبة حق النباتات وتخفيف الحر عليها، وأيضا في الشتاء يساعد في تدفئة الجذور. فأتمنى أن استفدتوا من هذه الفيديو السريع ولكن مهم جدا، بالذات ان احنا داخلين على صيف مهم ان احنا نغلف نباتاتنا بهذه الطريقة. الشيء الوحيد اللي راح اذكره بخصوص التعامل مع هذه المادة ان نحتاج شريط لاصق يكون جدا قوي، لان مو بكل شيء يلصق فيه، حاولت انواع كثيرة وفعلا صعب انه يمسك فيه، فنحاول ان نحصل شريط لاصق يكون شوي يعني قوة عالية على أساس يمسك. طبعا في عوازل ثانية مثل ما استخدمت في مشروع السوبر سي أو السوبر حاء اللي هو الحمضية المركبة، واللي ما شاف الفيديو راح يطلع عندكم الرابط في أعلى الشاشة ممكن تشوفونه. استخدمنا مادة العزل اللي هي الروكول وبالتغليف الألمنيوم، طبعا العزل الحراري فيها أعلى وأقوى من هذه المادة، ولكن اولا مكلفه اكثر ثقيله، وثالث شيء استخدامها متعب، لما نقطع ماده الروكول الغبار منها لما يصيد الجلد يسبب تهيج وحكه وشوي خطر، فهذه هو الحل الاسهل والابسط والارخص لنا، فهذه اشوفه احسن من الروكول، ولو ان الروكول كعازل حراري فعال أكثر، ولكن هذه مثل ما احنا شفنا تنزل لي الحرارة 7 درجات، فسبع درجات مو بشوية، بالذات اللي عنده تغطية روكلين ويا تخفيف الشمس، وسبع درجات على مستوى الحرارة في التربة راح تخفف حرارة عالية على النباتات إن شاء الله. فأتمنى أن استفدتوا من هذا الفيديو، واللي عنده أي سؤال أو أي استفسار ممكن يتركه في قسم التعليقات، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. في أمان الله.